أظافر الكروم أو المرايا من الصيحات المثيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتتميز بأنها تعطي الأظافر لمعة متلألئة في ضوء الشمس وتناسب ألوانها مختلف إطلالاتك واختياراتك من الملابس. لتطبيق طلاء أظافر المرايا عليك أولاً معرفة بعض الإرشادات الأساسية للحصول على نتائج مبهرة. أولاً، إعداد الأظافر جيداً. عليك أولاً بتهذيب الأظافر وبردها بشكل صحيح، مقصها وتنظيفها للتخلص من الزيادات قبل تطبيق طلاء الأظافر. ثانياً، تطبيق طلاء الأظافر برفق. حيث يحتاج مانيكير المرايا لتطبيق طلاء الأظافر برفق شديد ونعومة، فلا ينبغي أن ينتهي الأمر بتكتلات الطلاء التي ستمنعك من الحصول على النتائج التي رغبت فيها. ثالثاً، قاعدة الطلاء. لا تنسي تطبيق قاعدة الطلاء الأساسية قبل تطبيق الطلاء، فهي تعمل على حماية أظافرك من التعرض للأصباغ الصناعية التي تعرضها للتلف. رابعاً، اختار اللون المناسب. على الرغم من اشتهار تلك الصيحة بالطلاء الفضي، إلا أن هناك عدة خيارات رائعة والتي تبدو جميعاً غاية في الأناقة. خامساً، أطراف الأظافر. يمكنك تطبيقه بشكل مبتكر على أطراف أظافرك فقط للحصول على إطلالة متفردة. سادساً، لمناسباتك الخاصة. فمن الأفضل أن تدخريها فقط لمناسباتك الخاصة ولا تفرطي في استخدامها. سابعاً، تنسيق الملابس. إن كنت ترغبين في ارتداء الأبيض أو الأسود، لست في حاجة لارتداء أي إكسسوارات إضافية أو مكياج صاخب، فقط طبقي مانيكير المرايا لتكملي إطلالتك التي ستجذب الأنظار.